اللي كان بيغني من ورا الباب أنا. واللي كان بيقدم من ورا الباب أنا. المكسوف الخجول ألعب ورقه على الحياة إمتى وإزاي؟ والله مش عارف، في لحظة من اللحظات حسيت أنه هما اللي دفعوني على الفكرة، يعني عائلتي هما اللي زقوك بالضبط. قالوا لي أنه لازم تطلع، لازم نحش الخجل. فبديت شوي شوي مع بابا، مع أمي، مع أخواتي نسمع صوتي. فإحنا نعمل جلسات ونغني يعني كانت متعة على فكرة والله العظيمة. أنت رجعتيني لزمن. بشكل عام في الحياة لسه بتتعرض لمواقف بتشعر فيها بالخجل؟ أكيد. زي إيه؟ والله خليني نكون صريح معك، يعني بالنسبة لي أنا منحسش أنه الخجل اللي نحس فيه يهمني أنا أو مرتبط بي أنا. أنا أخجل من بعض الأشياء اللي صاروا اليوم، لأنه إحنا اليوم خلينا ندخل في موضوع آخر ممكن مش مرتبط بي، لكن هو مرتبط بالحالة اللي نعيشها في العالم، في تونس، في أي بلد، لكن أحكي خلينا نحكي في تونس. فأخجل من أنه انحدار الذوق مثلا العام. أخجل من أنه نسمع اليوم في تناحر، في علاقة فيها تنشن، فيها قلة احترام شوية. تخجل من قلة الأخلاق بشكل عام، يعني حاجة تؤسف، وهذه نتاج للحالة اللي نعيشوها في العالم وفي في حياتنا للأسف. كنت بتقلد مين في الأذان ولا كان ليك سكتك الخاصة؟ هو كان الأذان كان تيمة واحدة، يعني اللي هو كنت طبعا عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه، كان هو الصوت الوحيد ممكن اللي احنا تربينا عليه. صحيح انه في البراق عنا، احنا عنا المؤذن والمرتل العظيم بتاعنا في الخصوصية التونسية وفي الأنماط التونسية، طبعا في رمضان هو فقط. مختلف عن الشيخ عبد الباسط؟ لا طبعا، في الطبوع التونسية، واحنا وعبد الباسط نسمعوه مثلا في الجوامع احيانا. لا انا اقصد النغمة الشرقي. النغمة نفسها مختلفة. نغمة مختلفة، يعني النغمة الشرقية. الشيخ البراق. الشيخ البراق الله يرحمه. علي البراق الله يرحمه. كان بيقدن ازاي؟ كاش؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني باللغمة التونسية، الطبوع التونسية. والشيخ عبد الباسط مثلا مقارنة، الله أكبر الله أكبر مثلا. الله أكبر الله أكبر الله مثلا، ما شاء الله. طبعا عبد الوسط يعني بترتل القرآن؟ لا ما جربتش. ولا عمرك فكرت؟ لا فكرت، لكن ترتيل القرآن لازم مدرسة، لازم تدرس طريقة الترتيل، يعني الغنة والمد والسكون والضم، ويعني هذه مسائل علمية أكثر منها.